اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. في الايام الاخيره كاين بزاف من المواطنين الجزائريين راهم يشكيو ويقول لك كاين بعض التجار راهم يزيدوا في اسعار المواد المدعمه وواسعه الاستهلاك كما الزيت والسكر والدقيق وغيرها من المواد بصفه غير قانونيه. تابعوا معنا نشوفوا واش يقولوا لنا المواطنين الجزائريين على هذا الشيء. كاين بزاف من المواطنين راهم يشكوا قال لك باللي كاين بعض التجار اللي زادوا في المواد الاساسيه، المواد اللي مدعمتها الدوله زادوا فيها كما السكر والزيت الدقيق. انت لاحظت هذا الشيء؟ وي لاحظتها. ودوكا انا شكيت هاد لي كوميرسون كيف علاش هم يزيدوا هكذا، ما كانش كونترول دي بري، هذوك اللي يراقبوا الاسعار. واحد الوقت كانوا يجوزوا اللي يراقبوا الاسعار يخافوا من يشدوا لي بري، كيما مش يجوزوا هذوك اللي يراقبوا الاسعار كونترول دو بري هم يديروا رايهم. ما كانش انا صارت لي ساعه مخطره نجوز اليوم نشري ان برودوي طون زعما نقولوا 4000 اكزومبل 4000 فرانك، غدوه تعاود تجوز يقول لك 4500. الزيت السكر هذوما القهوه كامل، بصح كاين دي جون وراهم يابليكيو هاد الزياده براسهم كما نقولوا حنايا سون دي بياس جوستيفيكاتيف ولا دي دروا من عند المينيستير دي فينونس ولا مينيستير دو كوميرس. حنا واش نطالبوا؟ هاد لي جون كي بروفيت دو لو سيتوايان الجيريان الفون ماتر كيما يقول لك او بو دو لا تير، لازم تحطوه في حده. يكفينا قول النبي عليه الصلاه والسلام التجار فجار، التجار فجار الا الصادق والصادق القليل. كيف بهذا الحديث النبي عليه الصلاه والسلام؟ يكفي هذا الحديث، يستغلوا الفرصه. يزيد بغير قانون، يزيد هو هكذا، يسمع كلمه هكذا، قال الدوله يزيدوا في ليسونس يزيد وحده. انت لاحظت هذا الشيء؟ بيان سور. سبحان الله. زادوا في المواد الاساسيه. ايه زادوا في كلش. حاجه اللي تهلك الانسان. سبحان الله. بزاف. والشعب مضرور على بالك، غير زيد 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 بزاف. يعني لازم الدولة دير رقابة. نورمال الدولة هي تاخذ الموقف تاعها. كاين اللي زادوا بور المومون، مي حنا بور المومون ما زدناش لي بخي ديالنا، لي بخي ديالنا سون ريزونابل. في السكر في الزيت كاع لي بخي ما زدناش، ميم ديبو دو لاني مي ما زدناش لي بخي ديالنا. لازم تكون متابعة، يوغا ان سويفي رياليزاسيون، يا با دو سويفي، لازم ان كونترول، مراقبة. هذا مكان مراقبة تدير ويتدخل. هنايا كومون ديراج الوزير لو مينيستر دو كوميرس يتدخل، هذا هو سي المومون وين يتدخل. اون كومونس مال لو موا دو جونفي، حنا قلنا جونفي 2016 تتحسن، راهي تروح من السيء للاسوء، سي مالوغو. لي زامبو نون سولمون ما يخلصهاش ويابليكي عليك لا لوا كيما يحب هو، يحب يزيد. هي كيفاش تندار زياده؟ ما تندارش من عند واحد اللي راهو يبيع كيما نقولوا حنايا اليمونتاسيون جينيرال، اي شوف لا سورس من راهي جايه. كاين رقابه؟ بيان سور. اي بيان سور. يجو يجو نورمال. انتو ما زدتوش قاعد؟ ما زدناش البخي. كاينين اللي زادوا؟ كاين اللي زادوا وي بيان سور. 2000 فرانك. سا ديبون 1000 فرانك 500، مي حنا ملي بدينا ما زدناش لي بخي. لا سورس وين راهي؟ اش هذاك سوق السمار؟ لازم يديروا عليه كيما يقول لك ان كونترول، ان كونترول 24 سور 24 باسكو دي 10 مليار دو دينار راهم يدوروا لتم، وشكون اللي شكون اللي مضرور؟ شكون؟ المواطن وليكونومي تاع البلاد. نهضروا لهم بالدارجه تاعنا باللغه تاعنا، اللي يحب يربح العام طويل. ما يستغلش زعما كيستغل الحليب لا 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 كومون ديغاج لا 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 ديري غادي تاع الحليب ما كانش ما يستغلش يعاود يزيدو. كاين وين لحق 30 35 دينار بلا ما زادت الحكومه مقنن. ما نتكلموش على السكر والزيت، الشعب الجزائري كاع ديابيتيك، انا با بوزون دو سوك او ديابيتيك ما تشربوا بلا سكر. نعم زادوا، زاد السكر زاد الزيت. زادوا لهم شويه، شحال زادوا لهم؟ زادوا لهم يزيدوا 1000، يعني يزيدوا 1000 فرانك. تسمى المعنده يكذب عليك. هي صار كي شافوا لي سون زاد زادو مع على والديك للمعنده يكذب عليك والله غير المعنده. لي سون زادو نزيدو، هذه هي صابها حجه. زاد اخويا السكر الزيت طماطم، احنا نقضيو انا وصحابي على كل شيء، كلش غالي 200000 نصرفها في النهار نورمال. يعني كل واحد كيفاش يبيعها؟ كل واحد كيفاه يبيعها. هنا بركه صحابي في سنتر هنا زي وتروح الفوق زي، كل حانوت كيفاه داير رايو، ما كان لا مراقبه لا والو. il faut mettre ces gens كيما يقول لك عند حدهم، لازم تحطهم. علاش باش تحطهم؟ لازم ان كونترول و ان شانجمون راديكال او نيفو دو مينيستير دي مينيستير، ماشي دو مينيستير، او نيفو دي مينيستير لي تراس او نيفو دو غوفرنمون بلوس. هاي سي بون باش ما نهضروش، او نيفو دو غوفرنمون لازم تتبدل. il faut كيما يقول لك ابليكي دي لوا، وكيما نقولوا حنا يطبق القانون بالحذافير، باسكو غير لو سيتوايان الجيريان اللي راهو مضرور. تروح المارشي ما تسلك، تروح اي حاجه ما تسلك، قول لي ما يلحقش مع الشعب هذا، مع المعيشه هذه، والله ما يلحق. لا راهي تشوف اكشن انا خاطر بلي كاين تجار شغل زادوا من راسهم. كاين يزيد من راسهم في المواد الاساسيه. الله كاين عباد راهم يزيدوا من راسهم خو،
طحت شي بطاطا شي انا شي بطاطا شي شيتها ب 2500 نروح الماشي للحومتين قاها 6000 7000 ما واد المدعمه كيما السكر الزيت والدقيق السكر السكر واش راه يدير شحال راه يدير 10000 واقيلا ولا مش عارف يعني كل واحد كيفاش يبيع اه كل واحد كيفاش يبيع واحد يبيع 11000 واحد 10000 كيما السكر كيما الاخر كيما الخضره كيما الفاكهه زادوا في كل شيء يعني كل واحد كيفاه يبيعها اه كيفاه كيبيع هذوك تدخل لهنايا لساحه لهنا ساحتو هذا تلقى كل واحد وكيفاش راه يبيع زادوا له بزاف ماشي شويه زادوا لهم بزاف هذه ضروريات كاين كماليات ضروريات كماليات خلي يلبس بيان كاردا زيد للسروال زيد البيان كاردا زيد لي كوستوم مي كيما نقولوا ضروريات الحليب والخبز الدقيق لا سمول لا فارين عادوا ينقصوا لهم السردين تاع الزوالي 70000 700 دينار لو كيلو لا ساردين زوالي خلينا من الحوت خلينا من شيبا الميرلون ولا بالانو انا ما ناكلوش مي لا ساردين تاع الزوالي ما كليناش يعني انت دخلت لكاش اليمونطاسيون ولقيت الحاله شويه زايده زايده بزاف ماشي شويه لو كان شويه معليش راهي بزاف كيما انا الشهر مولا دراري ما نلعقش واسمك كان اللي عنده جوج الدراري ولا عنده اربعه يعني ماني صانهم هكا كي هكذاك والله غير هكذاك صابوها حجه كاين اللي ما دارتهاش دوله هم يديروها هما دوله ما قالت زيد هما ما يزيدوا مريصانهم برودوي جوز اليوم تيبو طون جوز غدوهم داك تيبي نوتر بري سي الميم برودوي يعني الماده هذيك هي بين يوم وليله يتبدل السعر لو بري تبدل انا صرات لي انا بيرسون انا يهضر لك اون كونيسونس دو كوز صرات لي والله بليزيور ريبريز انا جو بونس الدوله باش تحبسوا هاد لي كوميرسون هاد رفع الاسعار لازم يعاودوا يردوا لهم لي كونترول دو بري لازم الدوله هي اللي تراقب هادو اللي راهم لي كوميرسيان لازم الدوله هي اللي تراقبهم واحد ما يراقبهم يراقبهم الشعب يراقب الدوله هي اللي تراقبهم هي اللي هي اللي الزوالي ينضر ابيسر ينضر الزوالي اللي ما عندوش مسكين المدخول منين منين يجيب؟ ما عاد يزيدوا له 500 ولا 1000 راك في السكر والدقيق شغل يحسلها. اي يحسلها بيان يحسلها. يدي حقه برك، تاجر يدي حقه، علاش يروح يدي حق زياده على حقه؟ هي مش مليح عليه. كيما نقولوا المال تاعو ما يوليش مبارك مع عند الاله، باش يولي مبارك لازم يدي حقه برك. كواش عندنا كونترول في البلاد سي فري كاين كونترول ويجي كيما يراقبني انا كيما يراقب الاخر كيما يراقب الاخر. تاجر. واه تاجر. حتزيد انت. بصح الناس زادوا عليا باش نزيد. التجار الكبار هذو هما اللي راهم مسيطرين على السوق هذو. الرقابه ما كانش. سي نورمال هو يزيد من دايره راسه بصح كان وكان جا عندنا كونترول اللي كونترولي هاد الصوالح ما يصرالناش هاد البروبليم راك فاهمني.